اهلا بيكم في حلقه جديده ويوم جديد في كل يوم جديد. النهارده هنعمل مع بعض طاجن خضار او تسبيكه الطماطم، ولان ناس كتير قوي بتشتغل بيبقى عندها التزامات كتير طول اليوم وعايز تعمل اكل لاولادها، فللاسف بيبقى عندهم ضغط كتير قوي في اليوم. فالنهارده قررت ان نعمل لهم حاجه تساعدهم في ان هم يرتاحوا طول الاسبوع. بمعنى انت مش هتعملي كل يوم خضار، يعني مش هتعمل مثلا يوم بسله يوم بطاطس يوم كوسه، على حسب نوع الخضار اللي اولادك بيحبوه او اللي بتاكلوه في البيت. فاحنا هنعمل حاجه نخزنها في الفريزر كنوع صوص طماطم اللي هو تسبيكه الطماطم بتاعتي، بحيث ان انا اكون بعمل طاجن خضار جميل جدا. هشيل منه شويه في الفريزر، يعني ازود الكميه واشيل شويه منه في الفريزر، وبعد كده كل ما تحتاجي هتطلعي شويه خضار مسلوقين مع كيس التسبيكه دي، تحطيهم على بعض على النار لمده ربع ساعه، يبقى عندك طاجن زي الفل. وهنعمل كمان الرز بشعريه بطريقه كده جميله، بديله طعم في الاخر بيكون طعمه جميل جدا، تحس ان انت لو اكلتي رز بشعريه تاني مهما كان مش معمول بنفس الطريقه هيبقى مش حلو. تعالوا نشوف مع بعض تسبيكه الطماطم ازاي عشان تعملي احسن طاجن خضار ممكن تاكليه. عندي حله سخنه كده على النار، عندي طماطم وعندي بصل، عندي عصير ليمون، عندي فلفل حامي، كمون، كزبره، صلصه، رشه جوز الطيب وتوم، ومكعب مرقه. مش عايزه تحطي مكعب المرقه، تستخدمي شوربه فراخ او شوربه لحمه حسب ما تحبي، يعني هتعملي خضار ساده ماشي، هتعملي الخضار بالشوربه كده بس ماشي. هنبدا مع بعض. اول حاجه ان عندي حله سخنه جدا كده اقوم حاطط فيها شويه زيت، ممكن بقى سمنه، زبده، اي حاجه نطعم بيها، او منازل على طول بالبصل ومقلب كده. بعد كده هاخد الثوم، معلقه ثوم، بقى ممكن تعملي اكتر من يعني ضعف الكميه اللي انا عاملها دي، وتعملي تخزني في الفريزر. الموضوع هيبقى بالنسبه لك في منتهى الروعه، بس مهم جدا ان يعني ما يكونش في كيس ميه هواء قصدي، وما يكونش الصلصه تخش الفريزر سخنه. يبقى هنعملها ونسيبها تبرد خالص لحد اخر اليوم، وبعد كده نحطها في الفريزر نجمدها. حطيت انا كده البصل وحطيت التومه بتاعتي وقربت تستوي. على طول هاخد الصلصه زي ما اتعودنا، اقوم نازل كده بالصلصه بتاعتي ونقلب. بعد كده مكعب المرقه عشان اخد احسن طعم لاحسن صلصه. بعد كده عندي معلقه سكر عشان مزازه الصلصه. احنا كده بنخلي الطاجن عشان نعمل طاجن ايه، يعني اما اعمل طاجن كله يقعد ياكل ويقول ايوه عايزين من ده على طول. كمون وكزبره ورشه جوزه الطيب لو حابه تضيفيها، لان انا عارف ان في ناس ما بيحبوش جوزه الطيب ومش كل الناس بتاكل كل حاجه يعني. هقلب بقى بعد كده كويس. خلاص كده انا حمرت الصلصه بتاعتي، كمان عشان انا من الناس اللي بتحب الخضار المتسبك متسبك، عايز الخضار متسبك ولونه احمر كده يبقى احمر قوي، فتسخينه الصلصه دي برضو بتخلي الخضار يكون احمر قوي. بعد كده عندي لتر الطماطم، واقوم اقلب كده. دي طماطم انا حطيت عليها نص كوبايه ميه وضربتها في الخلاط. اقلب بقى كده اهو، اداني الخليط ده. طيب يعني ايه ليمون وفلفل حامي على الصلصه؟ انا عايز احط طشه ثوم بخل على الصلصه بتاعتي، فعايز اخد الطعم الحامض من الليمون، عايز احط شطه، مش عايز احط شطه مجففه، ليه احط فلفل حامي؟ الاثنين صدقوني بيدوا طعم جميل جدا. وهنا انا عملت الكميه دي عشان في الاخر اسيبها تسبك شويه، وبعد كده اللي انا هستخدمه على طول احط عليه الفلفل والليمون. هنسيب الصلصه بتاعتها تسبك الاول عشان نشيل نصها ونستخدم نصها ونرجع نكمل الرز ابو شعري. خلاص كده انا سبت الصلصه بتاعتي لمده نص ساعه او ثلث ساعه على النار. هعمل ايه بقى؟ اخدها كده واقوم واخد نصها بس، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو انا عايز احتفظ بيه، هو ده اللي انا عايز اسيبه يبرد. هاجي بقى على الباقي اقوم راجع بيه على البوتاجاز تاني، واقوم جايب ميه سخنه او شوربه. عندي شوربه اهي بتاعه اللحمه اللي انا سالقها، هقوم نازل بيها كده عليها كلها على بعضها، واقوم سايب بقى ايه الصلصه مع اللحمه كده تهري براحتها مع بعضها. اللحمه انا سالقها لان انا جايب لحمه يعني هنقول لحمه مستورده، عشان اللحمه المستورده تاخد سوا كتير قوي، وناس كتير قوي بتقول ان هي مش حلوه او مش بتعرف تسويها كويس، لكن هو للاسف بيكون عيب تسويه. انا محتاج ان انا لو هعمل لحمه اكل بلحمه مستورده، اللحمه المستورده كويسه جدا من وجهه نظري، بس هي القصه كلها ان هي بتاخد سوا كتير، بتاخد من ساعتين لثلاثه. فانا هحطها على ميه على النار
ملح وفلفل وطماطم جزر لورا حبهان واسيبها تغلي براحتها جدا واقفل عليها عشان في الاخر تستوي كويس جدا. عندك بقى توم كرفس كرات كل الكلام ده هيدينا طعم كويس جدا. تعالوا نروح بقى ايه للمسه الثانيه بتاعه الرز اللي بشعريه. رز بشعريه كلنا طبعا بنحب الرز بشعريه جنب الاكلات الشرقيه، يعني اللي بيحب الطواجن دايما او الحاجات المسبكه دايما بيحب الرز بشعريه. عندي زبده او سمنه، رز، لورا حبهان، ملح، بصله، والبصله هنا عشان عايز اخد للرز طعم مختلف. بمعنى البصله هنا دورها ان هي بتاخد المراره او الطعم اللي بيكون فيه نشا شويه من الرز وبتسكره لي، بيكون الرز بتاعي طعمه مسكر. يعني دايما بتاكلي رز عند ناس او مثلا في البيت ساعات بتحسي ان الرز مسكر، السكر اللي بيبقى في الرز ده من حلاوته يعني بتكون من البصله. سخنا حله اهو، نعمل بقى عملي، حط شويه زيت اهو، حطينا الزيت، بعد كده الزبده، والزبده طبعا بتدي رز بيكون جميل جدا بالزبده، طبعا انا بفضل اعمل بزبده. بعد كده اقوم نازل بالشعريه، ندي تقليبه كده عشان نحمر. واحنا بنعمل ده عندي نص مكعب مرقه وعندي ورقه لورا وورقه حبهان، مش بكتر اللورا وبكتر الحبهان عشان اخد الطعم، هي واحده وواحده كفايه على كيلو او على نص كيلو. انا بشوف ناس بتحط مثلا خمسه حبهان خمسه لورا، اي حاجه بتزيد عن حدها ما بتكونش حلوه. يعني كفايه ان انا بس اخد الطعم البسيط هيديني طعم كويس جدا. اهو بحمر انا ده، هقوم واخد البصله بتاعتي سليمه او بالسكينه كده هقوم مديها ايه نص قسمه بسيطه كده، هو ده اللي انا محتاجه من البصلايه. بعد كده احطها مع الشعريه واقلب. مهم جدا ان انت لما تعملي رز تكون الميه بتاعتك سخنه، يعني تشغلي الكاتل، وده مهم جدا. ولو انت زودتي الرز بميه ساقعه بيعجن. ساعات بتعملي رز كده مره يطلع منك معجن ومره يطلع جميل، ده لو انت زودتي بميه ساقعه هيعجن. يبقى لو حتى لو الرز احتاج ميه يبقى هنزوده بميه سخنه برضه. حمرت انا كده الشعريه بتاعتي، عندي النص كيلو رز اقوم اقلبه كده، غسله طبعا ومنشفه كويس جدا ما يكونش مبلول عشان ما يلزقش في الحله من تحت وتعمل لي قعر. بعد كده اقلب، الميه هي غليت خلاص، سخن بس الرز مع الشعريه كده عشان يبقى كله سخن في سخن. سخن الرز بتاعي كده، اقوم حاطط بقى ايه شويه الملح، ما احطش ملح كتير عشان المرقه، ولو كتر منك الملح حطي بصلتين كمان هيسحبوا برده شويه الملح، الملح يقل شويه. بعد كده اقوم هز الحله كده عشان الرز بتاعي يتساوى في الحله، وبعد كده انزل بالميه السخنه على طول. اهو لازم اسمع الصوت ده، فش الجامده دي لازم اسمعها عشان يبقى الرز بتاعي فعلا سخن. واقلب الرز بشعريه بياخد ميه كتير شويه يبقى عايم كده، ممكن ادي له ايه سنه كمان، وبعد كده هسيبه يهدى ونرجع بعد كده يعني يشرب الميه بتاعته كلها او اقرب يشربها، وبعد كده هدي النار عليه عشان يتشرب براحته. خلاص كده عملنا الصلصه بتاعتنا كده، شربت بقى من اللحمه، بقى كده عندي مرقه وعندي شوربه لحمه، فالموضوع هيبقى طعم جميل جدا. هنيجي بقى هنا، احنا خدنا نص دي عشان قسمنا نص الصلصه، عشان نصها هنشيله ونصها هنعمله النهارده عشان نبقى نعمله في اكله ثانيه. عندي الفلفل الحامي وانا ما حطيتش شطه حطيته، وعندي الليمونه، اقوم عصر الليمونه كده واقوم حاططها، وبعد ما اخلص على طول بعد ما تطبخ الطبخه بتاعتي هشيل الليمونه دي عشان ما تمررش. بعد كده عندي الخضار بتاعي اللي هو الجزر والبسله والبطاطس، هنزل بيهم اهم. وهنا هقوم مقلب كده، وعايز بقى ايه ده ياخد غلوه واحده مع بعض، وبعد كده اقوم نازل بيهم في طاجن فخار وعشان احطهم في الفرن. محتاج الفرن بتاعي يكون شغال. وفي حاجه صغيره كده، في ناس بقى بتعشق اللي هي الضاني، طب مش هنعمل لهم اكل بيها؟ لا، ممكن نجيب طاسه صغيره كده نحط فيها شويه زيت صغيرين او سمنه ونسخن شويه ليه، والليه حتى لو انا مش عايز ابينها في الاكل احطها في كبه واضربها بشويه ملح في الكبه هتبقى عامله زي السمنه بالظبط، اخد منها معلقه واسيحها ومنازل بيها على الخضار بتاعي. دي طريقه، وممكن نفس الطريقه بالظبط واقوم طافيها بفحمايه، هتبقى برده موضوع جميل جدا عشان ناس كتير بتحب الليه بس للاسف الاكتر ما بيحبوهاش، لكن بتدينا طعم جميل جدا. حتى اللحمه الضاني والكفته الضاني في اي اكل بتكون في منتهى الروعه عشان برده ما نبقاش نسينا حد. خلاص كده
تقريبا اخذت الغلوه بتاعتها. هقوم بقى جايب الطاجن الفخار، والطريقه دي هتمشي مع اي نوع خضار عندك بقى، بسله، بطاطس، كوسه، قرع، اي نوع خضار اعمليه بنفس التسبيكه دي. في الاخر هتبقى التسبيكه جميله جدا. اهو اقلب بقى كده ايه بحته اللحمه بتاعتي اهي، ولما تكون اللحمه بتاعتي مستورده مسلوقه كويس اهي، لو انا مسكتها كده بشوكه وقطعت هتقطع، بس انا لسه اهي بصوا اهي اللحمه مهريه خالص اهي. ده سوى هي القصه كلها سوى، وانا كمان لسه هسويها كمان يعني هتكون مهريه اكتر. يعني امسكها كده اعملها كده هتلاقيها ايه اتقطعت، عشان بس الناس تقول لك ما بتستويش، لا بتستوي. قلب بقى الخضار بتاعي كده، وبعد ما اسيبه غلوتين ثلاثه على النار هقوم رايح في الطاجن الفخار بتاعي، ونازل بقى بكل الخضار بتاعي ده واللحمه بتاعتي. طيب هننسى بقى ايه الليمونه والفلفل، لا لازم نحط كل حاجه كده عشان في الاخر انا عايز كله كده يستوي مع بعضه، وفي الاخر يديني طاجن يفتح النفس يعني، يبقى شكله وطعمه كمان ويبقى مليان. واقوم ماسح كده الجناب بتاعته، واقوم الفرن بتاعي يكون شغال، اقوم فاتح الفرن وواخد الطاجن بتاعي الجميل ده كده قبل ما يسخن على ايدي، مدخله الفرن عشان يغلي كده ويتقل ويتسبك اكتر، وهيكون طعمه جميل جدا. ممكن نعمل بقى موضوع الفحم واللية والكلام ده كله، هيكون في منتهى الجمال. هنقفل بقى عشان ما نضيعش حراره الفرن، وعايز نرجع بعد ساعه مثلا او نص ساعه نشوف درجه الحراره بتاعتنا هتعمل ايه في الطاجن، والطاجن هيكون شكله عامله ازاي، هيكون جميل. هنروح بقى للفرن بتاعنا عشان نشوف نتيجه الطاجن المتسبك ده، التسبيكه حلوه ولا ايه ولا اي كلام. نفتح بقى نشوف الطاجن بتاعنا كده اهو، الطاجن بيغلي طبعا تخلي بالك جدا عشان الموضوع بيكون في منتهى السخونيه. ادي الطاجن بتاعنا. طب عايزين نخش جواه بقى نشوف اكتر هنعمل ايه. هنجيب مثلا صينيه زي كده ونقلب بقى نشوف الطاجن الجميل ده اهو. الطاجن كده خضار ايه واللحمه، الموضوع في منتهى الروعه. ادي الطاجن بتاعي بخضاره بقى بلحمته ببطاطسه بكل حاجه فيه اهي. طيب هنقدمه كده، ممكن نقدمه زي ما هو، وممكن نجيب حاجه اكبر ونقوم واخدين الطاجن ده عليها كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وننزل عشان نشوف بقى ايه جمال الخضار. قلنا حاجه صغيره كده ان عشان الخضار بتاعي ما يمررش وانا عامل حاطط فيه الليمونه، يبقى النص الليمونه دي هضطر ان انا اشيلها كده عشان الخضار بتاعي ما يبقاش طعمه وحش. نمسح بقى ايه شكل الجناب كده من هنا ومن هنا. وادي كده احسن طاجن خضار او احسن تسبيكه ممكن تعمليها في البيت، في عزومه بقى، في البيت، في غدا، في اي حاجه تعجبك. شويه بقدونس مفرومين كده او كزبره مفرومه على الوش هنكسر بيها الالوان دي، وكده الموضوع في منتهى الجمال. هاخد بعد كده بقى ايه اقلب الرز بتاعي كده اهو، واقوم نازل في السرفيس بتاعي. كل اللي محتاج اعمله بس ان انا اشيل ايه شويه البصل مكان البصلايه بتاعتي، وبكده عملنا الرز بشعريه بطريقه مميزة وسهلة هتدينا طعم جميل جدا. عشان ناس كتير قوي بتحب الرز بالشعرية بس بيقول لك احنا ساعات بيبقى طعمه حلو وساعات وحش، لا اهو احنا عملناه بطعم جميل جدا وبطريقة سهلة جدا. يا ريت تجربيها وتقول لنا رأيك في وصفاتنا هيكون عامل ازاي. الموضوع سهل جدا، هنقول بقى مقادير ازاي عملنا تسبيكة الخضار وعملنا الشعرية. مقاديرنا النهارده كانت لتسبيكة الطواجن كانت لتر عصير طماطم، نص كوباية صلصة بوريه، معلقة سكر كبيرة، وشوربة أو مكعب مرقة، وبصلة حمراء مفرومة، معلقة ثوم مفروم كبيرة، واحد فلفل حار، ونص ليمونة، وكمون، وكزبرة، وملح، وفلفل أسود، ورشة جوز الطيب. والخضار بتاعنا كان بطاطس وبسلة وجزر أو على حسب ما تحبي. وكان عندنا كيلو لحمة مسلوقة، وسلقنا اللحمة مع بصل، جزر، حبهان، لورا، فلفل اسود، وملح، ورز بشعريه حطينا عليه بصله حمراء، ومكعب مرقه، وزبده، وزيت، وورق، ولورا، وحبهان، والملح. يا رب تكون الحلقه سهله عليكم، واشوفكم بكره في نفس الميعاد في كل يوم جديد مع محمد ابراهيم، والسلام دايما ختام.